سامر؟ بي راضي عنك وبلش يحبك. ياسمينة أنا كنت عند أهلي وبي مريض كتير. الحكيم موجود؟ أكيد موجود، موجود. حكيم؟ حكيم؟ عسلامة يا باشا. ياسمينة ولا همك، صحة عمك بخير إن شاء الله. هيدا الدواء تاخد 3 حبات بالنهار، وهيدا الدواء حبة قبل النوم. شو قصتي يا حكيم؟ ما عندي همي وجري ما عم يحملوني، وصدري حاسس بضيق نفس، ما عم فيي اتنفس بسهولة. الظروف اللي مريت فيها كانت كتير صعبة، أثرت على صحتك. الدواء اللي اعطيتك إياه بيساعدك كتير. شيل الأفكار السوداء من راسك، أعصابك تعبانة يا باشا. بس؟ ما في شي غيره. المهم ما تحبس حالك بالبيت، اطلع على الطبيعة، شم هوا وما تفكر كتير. شو قال حكيم؟ بيك أعصابه تعبانة، هيدا كل شي. طيب بالإذن رح فوت لعنده شوي. أنا جاي طمنك حتى ما تشغلي فكرك. صدقيني هدموع بعيونك ما إلها لزوم أبدا. كلامك عم بيخليني أبكي وأتعذب أكتر يا ياسمينة. أنا كنت كتير قاسية معك، أنت منيحة معي أكتر من اللزوم. سبق وقلت لك إني مقدرة ظروفك. مش قادرة أصدق إنك نسيت كل شيء. نسيت كل شيء إلا إنك أم، والأم واجباتها تحمي ولادها وعائلتها. يمكن لو كان عندي بنت ما كانت سامحتني مثل ما أنت سامحتيني ياسمين. أنا ما بتكمل سعادتي إلا تنعيش كلنا ببيت واحد. أنا بحبكن وبحب نادر. أنا صرت حبك ياسمينة. لو بتعرفي، لو بتعرفي ياسمينة. قولي لي حتى أعرف. زرنا ناظم آغا، لا هو ولا بنته استقبلونا مثل الخلق. ما الناس معادن، في منا رخيص وفي منا غالي وتمين. شو كنت عاميها، شو كنت عاميها ياسمينة، عاميها وغبية.